السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده وفي احسن احوالكم يا رب العالمين. مرحبا بكم البنات، اليوم بغيت نشارك معكم هذه الخريجه. اليوم عطله، اليوم السبت، قررت نخرجوا انا وراجلي وولدي. عادي، دوره عاديه، غادي ناخذوا ديك لوفخ ديال بيتزا هوت اللي دايرين. الا خديتي وحده كيعطيوك الثانيه غير ب ديديغام، ولكن عندهم شرط انه لا بغيتي تاخدي هاد لوفخ خاصك ما تاكليهاش سور بلاس، خاصك تهزيها وتديها معك. هذاك الشيء اللي درنا، اتفقنا باش ناخذوها اون بورتي ونمشيو لشي بلاصه وشي جرده ولا شي حاجه وناكلوها على خاطرنا. كتاخدي البيتزا بشحال ما خديتيها، يا اما على حسب لا غارنيتور وعلى حسب واش بغيتيها غير انديفيديوال ولا دوبل ولا تريبل. مهم بحال مثلا اني الا كانت وحده الثمن ديالها عامل باغ اكزومبل 100 درهم، الثانيه كيعطيك حسبوها لك غير ب 10 دراهم. وداكشي اللي درنا، دخلنا اختارينا لوخ اللي بغينا تناخدها وغادي نوريكم. دابا انا كنتسناو يوجدوها ليا، انا مازال حدا الباب. هانتوما كيفما كتشوفوا انا كنتسناهم يوجدوا ليا لوخ ومن بعد غادي نوريها لكم. هي مزيانه بزاف، زوينه واقتصاديه. هكذا كتعجبني هاد لوخ ديما ملي كتكون هي اللي كنبقاو ناكلو عندها، باش هكا كنوفر شويه كتقام شويه رخيصه وفي نفس الوقت كتاخدي كونتيتي كبيره. صافي، حنا دابا كاينين في بيتزا ديال عين دياب. ها هي كيفما كتشوفوا، من بعد ملي غادي ناخذوا لوخ ديالنا غادي نمشيو هانتوما معنا باش تشوفوا معنا هاد الخريجه هادي كيفاش غادي تدوز. نتمنى تعجبكم. ها هي دي لوخ، ما شفتهاش من الاول باش نصورها لكم. ها هي دابا بانت ليا في لابيب اللي دايرين في الباب، شفتوا؟ ان بيتزا اشتي لا دوزيام ا ديديغام، يعني اي بيتزا خديتو كيف ما كانت الثانيه كيحسبوها لكم غير ب 10 دراهم. كاينين بوكو دوفخ، ولكن هذه هي لا ميور بوغ لو مومون، هذه اللي عجبتني. وها هو خدا لوفخ. ومن بعد ما خدينا لوفخ ديالنا، حنا دابا خدينا طوموبيل، حنا غاديين غادي نشوفو شي بلاصه مرتاحه نجلسو فيها ونتغداو براحتنا، ومن بعد غادي نوريكم لا كارنيتور اللي اختارينا. فوالا، اليوم واخا السبت الطريق خاويه شويه، جيت عند دياب ماشي بحال اللي موالفه كتكون عامره صراحه. دابا مزيان، هذه هي الحاجه الخايبه اللي دايرين في هاد لوفخ، هي انه خاصك ضروري تكون اون بورتي. يلا قلتها دابا نسنا وراجلي، زعما لقينا الغسون خاويه ما كاينش الناس بزاف، ولكن ما عرفتش علاش دايرين هاد الشرط هذا. لا بد ما خاصك تكون تاخذها اون بورتي، عادي يديروا معاك القضيه ديال 10 دراهم. اما الا كليتي الا كنتي كتاكلها تما غتخلصها بثمنها العادي.
دابا غادي لتمارس كما كتشوفوا هذه طريق تمارس دزنا من لا كورنيش ديال عين دياب وشتينا الطريق هو ماروكو مول هادي ايماكس للسينما وحنا جينا للتماريس هاد البلايص هادي خاوية زوينة صافي تفاهمنا باش نجيو لهنايا ونجلسو نرتاحو حسن ما نجلسو نضيعو الوقت في الغيستورون منظر زوين وهاد البحر خاوي اش بان ليك نجلسو غير هنا ولا نهبطو لتما عندنا باراسول ديالنا صافي البنات هي لا بروميير كارنيتور اللي هي فيها فروي دو مار كالامار تشيزي كروست هنا في الجناب تيكون فروماج داير في الجناب هذه كما قلت لكم هاد لوفر الاولى دايره الثمن ديالها الاصلي دايره 119 درهم هادي دوبل وهادي هي اللي كيخليو لك بديديغان قصايلياس هادي اللي كيخليو لك بديديغان حتى هي كتكون بغيتي بحالها بغيتي تبدلي لا كارنيتور المهم خصها تكون دوبل بحالها خصها حتى هي تكون دوبل و لا دوزيام كارنيتور خدينا فيون داشي مع اونيون مع شامبينيون مع حتى هي تشيزي كروست حتى هي فيها الفرماج في الجناب هادو هما لي دو زوفر كنتسنى غير راجلي يجي باش نتغداو حنا باقي ما تغديناش البلاصه كما كتشوفوها هي زوينه بزاف لو كالم باراسول ما كايناش شميشه صافي قررنا نتغداو هنايا من بعد نجلسو مع راسنا شي شويه عاد نرجعو بحالنا للدار هادي الخريجه ديالك اليوم نتمنى انها تعجبكم و حتى نتوما تاخذوا افكار بالنسبه للخرجات الا ما بغيتوش تجلسوا في كيف ما قلت لكم الا بغيتوا نتوما تاخذوا افكار بحال هكا تبقاو تجيو نتمارس نتوما كما كتشوفوا خاويه لي باراسول كراسا لا طابل خلا علينا 30 درهم ثمن مناسب هادشي اللي كاين هادي هي لا جورني ديال اليوم نتمنى انها تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم وما
تبخلوش عليا بزر اللايك والاشتراكات ديالكم، ما تبخلوش عليا بهم، حتى لي كومونتير الى بغيتو تكومونتيو ليا شي حاجه مرحبا، انا كنتقبل منكم اي كومونتير كيف ما كان النوع ديالو. وما تنساوش ابوني ولايك لايك، وشكرا بزاف، وخليتكم على خير، وامسية سعيدة، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.